السلام عليكم شباب، كنتمنى كلشي يكون بخير. في هذا الفيديو غنهضر على لو بورنوغرام. شنو هو لو بورنوغرام؟ هو واحد دمج ما بين لا بورنوغرافي وما بين الانستغرام، حيت هما بجوج وجهان لعمله واحده. يقدروا يبانوا لكم مختلفين ولكن راه بحال ما كاينش شي فرق تقريبا ما بين الانستغرام بورنوغرافي والحياه في الواقع. دونك الحياه في الانستغرام هي واحد الحياه مثاليه لا تمثل الواقع ولا علاقه ولا صله لها بالواقع. الحياه على انستغرام عامر بلي فلتر اللي كيزوق الوجه، دونك كيخفيو العيوب ديال الوجه. كي تقدر تكون في بيتك مرونات، قد غير واحد البارتيه وتصور معاها وهانت كتبين للناس انني راني منظم وشوف بيتي كي منظمه. تقدر تصور بحوايج اللي ماشي ديالك، بنادم يشوفهم يضروا خاطره ويقول وايلي هذا كي دار لهاد الحوايج. تقدر تصور كل نهار بلبسان تاع هي كتكرههم ولا هي كتشدهم من عند شي واحد صاحبك، وبالتالي كتعطي واحد الانطباع للمشاهدين او المتابعين او ما يسمى بالفالاورز، كتعطيهم انطباع على انك راك عايش واحد الحياه ديال الملوك. انت في الواقع راك كتفيق مع 12 كتشوف شكون اللي يعطيك 7 دراهم باش تمشي تضرب كاس قهوه تكونسومي الكونيكسيون باش تبيبلي في هذوك الاكاذيب ديالك. الوغ هذا هو الانستغرام لا علاقه. الحياه في الواقع مختلفه تماما وبعيده كل بعد عن الحياه في الانستغرام. السؤال دابا هو شنو العلاقه ما بين الانستغرام ولا البورنوغرافي؟ نفس الشيء، في البورنوغرافي كتشوف صور ديال الناس كيمارسوا علاقات جنسيه بعيده تمام البعد عن الواقع. فريق خبير في التصوير، فريق خبير في التجميل، فريق خبير في الفيتنس وفي ناحيه العضلات، وكتلقى هادشي كله كيعطيك واحد الصوره اللي انت كتشوفها وكتقول واو وكتبقى حال فمك، بينما في الواقع راه لا علاقه. صافي باش تكونوا مفاهمين. نزيد واحد النقطه ديال التشابه ما بين الانستغرام ولا البورنوغرافي. في الانستغرام غادي نتفاوض مع شركه، ندير معها صفقات، تشوف عندي بزاف ديال المتابعين، غادي تعطيني واحد اللبسه نلبسها ونضرب عليك بها سيلفي. اللي شافني ضارب ديك اللبسه غادي يقول لي منين شريتيها، دونك انا غادي نعيط ليه الشركه وغادي تكون عندي واحد البورسونتاج من كل بياسه بعتها. المهم كاين بزاف ديال الانواع ديال الصفقات اللي كيديرهم الشركات مع المؤثرين في الانستغرام، باش ما نبقاوش مغرورين الاخوان. اللي تشوفوا شي واحد كل نهار ضارب عليكم حطه راه ما يمكنش كل نهار بنادم غيلبس لبسه واخا يكون عنده ما عرف شنو شحال ديال الفلوس. كل نهار ضارب عليك بياسه غاليه، الرخيصه كدير 4000 درهم، دير 2000 درهم. دونك الاخوان خلينا نكونوا واقعيين. دونك شنو هو المشكل وشنو هو التاثير ديال الانستغرام مع البورنو على الحياه في الواقع؟ الانسان بدل ما ينوض يعيش حياته كيولي مقابل الناس عايشين حياتهم، بدل ما يستمتع بحياته كيولي مقابل الناس كيستمتعوا بحياتهم. في نفس الوقت هو كيبغي حتى هو بلاصة ما نستمتع انا بحياتي كنبغي نبين للناس راني كنتمتع. فكل مره غادي نضرب عليك تصويره في اوتيل، مره نشوف شي صاحبي عنده شي حديده ناضيه نقول له سمح لي نتصور فيها وناخذ فيها شي سيلفي ولا نضرب فيها شي ستوري، وبنادم يبدا يضرو خاطرو يقول وايلي هذا كي دار ليها، يلا البارحه انا شفتو مكرفص مقاتل مع الزمان دابا وصل كي دار ليها، وبنادم كيبقى مديرونجي وكنمرضو بداك المرض ديال المقارنه الاجتماعيه. المقارنه الاجتماعيه هي فاش كتبدا تقول علاش هو وصل وانا ما وصلتش، علاش هو عنده وانا ما عنديش. هو اصلا راه ما عندوش اصاحبي، مالك انت كتمرض راسك واخا يكون عنده انت ماشي شغل. دونك هنا كنقولو كيما قال غاري في، every second you spend thinking about what somebody else has is taking you away from creating something for yourself. كل ثانية كتضيعها مقابل شي واحد شنو دار، كتضيع فيها عمرك باش انك دير شي حاجة في حياتك، دير شي حاجة لراسك. دونك الاخوان خلينا واقعيين، بركة نسمي شي مرة البورنو دريم، الاحلام الاباحية راني كتبت عليها ديجا مقال، احلام هي بعيدة تمام البعد عن الواقع. بحال مثلا الشباب كلشي كيقول لك لا انا ما نخدمش عند الناس، ندير بروجي ديالي، واش عارف شنو هو المعنى ديال ندير بروجي ديالي؟ راه وي متفق معاك ما تبقاش خدام عند الناس، ولكن راه تولي خدام عند واحد الشاف كبير اللي هو داك الشيطان اللي في وسط منك، اللي صعيب باش انك تروضو باش تخدعو وباش تخضع للاوامر ديالو. ملي كتكون خدام مع شي واحد كيقول لك فيق مع 8 الصباح كتفيق، كتقول سمعا وطاعة. علاش؟ لان اوردر، وراك عارف انك الا ما خدمتيش ما غاديش تخلص. ولكن فاش تكون خدام عند راسك راه صعيب، راه ما ساهلاش. يعني هنا خصك تدور واحد العضله اللي ماشي سهله الاخوان، بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا. هذه العضله سميتها الانضباط الذاتي، هي مثلا ندير الحاجه صحه، ندير الحاجه وانا كاره نديرها. الاحلام الاباحيه هي ديك الثقافه ديال اللي انتشرت ديال افعل ما تحب، دوين وات يو لوف. لا، اتس نوت اباوت دوين وات يو لوف، اتس اباوت دوين وات ايفر ات تيكس. ما بقاش في انك دير شنو بغيتي، ولكن دير داك الشيء اللي خاصو يدار. هذا الشيء اللي كاين الاخوان، تهلاو ليا في راسكم بزاف.